دي أم صلاح الدين الأيوبي، علمت ابنها إزاي يكون مجاهد، إزاي يكون مقاتل. ابن شداد بيسأل صلاح الدين الأيوبي: أما كنت تلعب وأنت طفل؟ قال: علمتني أمي كيف ألعب بالكرة والصولجان، علمتني أمي كيف ألعب بالكرة والصولجان، فكنت أجد راحتي وهوايتي وحرفتي فيها. الكرة والصولجان عاملة دلوقتي زي البولو، لعبة البولو اللي هو بيبقى فيه حصان وفي ايده عصاية وفيه كرة وبيضربوا الكرة دهية بالعصاية وهم راكبين الحصنة، والحصنة منطلقة بقوة شديدة وبسرعة شديدة. هي دي كانت لعبة الصولجان. وكان صلاح الدين الأيوبي بيلعب وهو صغير، أمه اختارت له الرياضة اللي تتناسب مع الجهاد، ما اختارتلوش رياضة الطاولة مثلا ولا البلياردو ولا أي رياضة ناعمة وهادية، لا، ده اختارت له الرياضة، رياضة تعلمه الجهاد والقتال، رياضة الكرة والصولجان، رياضة زي رياضة البولو. اختاري لابنك رياضة، رياضة يعيش فيها ويلعب، ما بنقولش الطفل ما يلعبش، لكن رياضة ولعب يفيده لما يكبر. دلوقتي كل أطفالنا قاعدين قدام الكمبيوتر، قاعدين قدام البلاي ستيشن، قاعدين قدام الألعاب اللي هتخليهم يجاهدوا أبداً.